عصيبة أفصح فيها الشتاء عن وجهه الغاضب، وفي أحضان البرد القارس هناك من يعيشون مترحلين بين ضفتي النيل، يفترشون المياه ويلتحفون السماء. في مركب متواضع تسكن أم شبل وأسرتها الصغيرة، يعانون من برد الشتاء الذي يلتهم أنفاسهم الدافئة. تتحمل مسؤولية أسرتها بعد أن ذهب زوجها إلى بلدته للعلاج. بقال 40 سنة في السيارة، يعني أنا وأطفالي وكده، وأطفالي ده كلها جبتها في السيارة، فبتحرك لحد إيه يعني لحد المعادي كده، وبجيبها شغل لحد القناطر. الشتاء بيبهدل ولادي، ولسه يمكن لسه جايبة عيالي الاثنين من عند الدكتور امبارح بالليل بسبب الشتاء برضه والبرد واللي احنا شايفينه. ومع ضيق ذات اليد عجزت ربة الأسرة عن توفير سبل التدفئة على الرغم من بساطتها. بنغطي المركب بالمشمعة اللي انت شايفاها حضرتك دي، شايفاها دي؟ دي اللي بنغطي المركب بها، بروح ايه مغطية المركب كده، بجيبها من على دي كده تنزل لحد ماني قاعدة. بس لو في مطرة نازلة انت بتنزل عليك وبتنزل على أطفالك، يعني هي مهما تغطي ما بتخش مطرة. احنا بنعمل بس اللي علينا والباقي على الله مش أكتر. طبعا الفحم بيبقى غالي، يعني عشان تشتري كيلو الفحم ب2 جنيه او ب3 جنيه، فاحنا بنجيب اي خشب من اي مكان علشان نعمل ولعه وعيالنا تدفى واحنا ندفى. 4 جدران وسقف هو اقصى احلامهم، ففي الليل يلتصقون جدران المركب بحثا عن الدفء بعد ان حرموا من العيش في مساكن يرضونها. نفسي اتعلم وابقى زي الناس كلها، الناس كلها متعلمين وانا مش متعلم، عايز اروح مدرسه نفسي اطلع اشتغل اي شغلانه بعيد عن البحر والبرد والحاجات دي، ونفسي ابقى عندي بيت وتلفزيون زي الشباب التانيه، ابقى عندي بيت حلو اقعد فيه اخواتي بدل ما هم متبهدلين في البحر. الصيف ربنا بيكرمك وبتقدري تصرفي، اما في الشتاء ما فيهوش حاجه، يعني اللي ربنا بيديهولك في الصيف ان انت تقدري تصرفي منه وتجيبي اكل عيالك. بيجي علينا الشتاء فالبحر ما بيبقاش فيه اي حاجه. مئات الاسر تعيش على شاطئ النيل في مساكن بلا عنوان، وفي الليل ينامون على صفير الهواء ونداء الصبية لأمه أن دثريني من برد الشتاء وزمليني. آية كامل، MBC مصر.